بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تكنوميكانيك، معكم كامل سعد. إن شاء الله النهاردة هكلمكم عن موضوع يخص كل الناس اللي شغالة في صيانة المعدات التقيلة. بتقابلنا مشكلة فرقعة الخراطيم، أو خرطوم ضرب معاك، أو حصل احتكاك ما بين الخرطوم وما بين جسم المعدة، وده بيسبب لك مشاكل، إنه بيحصل إن الخراطيم دي بتليك او بتسرب زيت، وده ينقص زيت دايره الهيدروليك معاك. وكلنا عارفين ان دايره الهيدروليك او زيت الهيدروليك عامه غالي جدا. بتقابلنا مشكله ان الخراطيم بتضرب او بيحصل لها دامج، وده ساعتها في اللحظه دي بتدور على الخرطوم المناسب للخرطوم اللي انت حليته او هتستبدله. طبعا بتقابلك مشكلة تانية، انك انت لازم تجيب الخرطوم ده بنفس المواصفات كطول، المواصفات دي الطول والقطر او الديامتر بتاع الخرطوم، وفي نفس الوقت تجيب الخرطوم اللي يستحمل البريشر اللي عندك. لازم تكون عارف البريشر اللي عندك قد ايه اللي بعد في الخرطوم ده، وبالتالي لازم تكون عارف كل المواصفات اللي تخص الخرطوم اللي انت حليته، بما فيهم الفيتنج او النهاية او نهاية الخرطوم اللي حضراتكم شايفينها زي دي كده او زي دي او زي دي. نهايات الخراطيم النهاردة هو ده موضوعنا اللي هنتكلم عليه، انك انت ممكن تجيب خرطوم واثنين وثلاثة وفي الاخر ما يركبش على نفس السن اللي عندك في المعدة، وتقابلك مشكلة انك انت زودت الداون تايم بتاع المعدة وقللت الربحية او قللت الدخل بتاع المعدة او عدد ساعات التشغيل، بسبب انك انت اخدت وقت كتير جدا في تغيير خرطوم، وفي الاخر بيبقى خرطوم ملوش لازمة ولا يساوي حاجة جنب عدد ساعات التشغيل اللي بتضيع بدون ربح. فالنهاردة هنكلمكم عن انواع نهايات الخرطيم. زي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا انواع مختلفة، اشهر الانواع المستخدمة في نهايات الخرطيم. لو اتكلمنا عن اول نوع هنخلي دولت على جنب كده، هنتكلم عن اول نوع في مستخدم في دوائر الهيدروليك. وزي ما حضراتكم شايفين كده النوع اللي قدام الاول، النوع اللي هو الجي اي سي او الكونيك، وده من الداخل مسلوب واخد سلبيه زي ما حضراتكم شايفين من الداخل اهوت، وده ميتال تو ميتال في عمليه السيل بتاعته، او بيمنع هروب الزيت ما بين الخرطوم. الفيتنج اللي معايا ده كده بيركب على خرطوم من هنا كده، بيبقى الخرطوم راكب في المنطقه دي كده تمام، وبيبدا كبس النهايه دي، بتنكبس هنا كده، بتنكبس الجلبة دي على الخرطوم. لو بصينا في النهاية دي هنلاقي ان ده اللاكور بتاعها هو الصامولة هيت، وهنلاقيها من الداخل مسننة زي ما حضراتكم شايفين بالسن بتاعها، وشكل الماسورة من جوه او شكل البايب من جوه على شكل كون، بحيث ان ليها شكل تاني مقابل ليها بنفس التشيب او بنفس الشكل، بحيث ان انا امنع عملية تسريب الزيت ما بين المعدن والمعدن. وهنا دي ده الطرف التاني بتاعه نب الجي اي سي عادي خالص اهوت. السيرفس او المساحة دي لما بتدخل وتتربط في السن ده كده زي ما حضراتكم شايفين، بتبدأ انها في الاخر بتعمل كونتاكت مع النهاية من جوه، او مع السلبية اللي حضراتكم شايفينها او الشكل الكونيك، وبالتالي تقطع عملية تهريب الزيت ما بين النبل وما بين الخرطوم. وهنفترض على افتراض ان هنا خرطوم، وعلى افتراض ان النبل ده راكب في جسم المعدة زي ما حضراتكم شايفين كده. هنفترض التاسجة دي هي جسم المعدة، وهربط الخرطوم عليها، هبدأ اربط الخرطوم واترك عليه جامد رباط، بحيث ان هو يبدأ يمنع تسريب الزيت من الخرطوم من هنا كده، يمنعه انه يعدي ما بين النبل او ما بين الجسم المعدة وما بين نهاية الخرطوم. وده اسمه جي اي سي فيتنج، او النوع اللي هو النهاية اللي هي الكونيك تمام. ودي الكونتاكت ما بين المعدن والمعدن هو اللي بيمنع عملية تسريب الزيت ما بين النبل وما بين صامولة او لاكور الخرطوم. بعد كده هنخش على النوع الثاني ومستخدم برضو بكثرة في المعدات الهيدروليكية ومن اشهرهم، والنوع ده اللي هو السفيريكال. لو حضراتكم بصيتوا معايا كده هتلاقوا النوع السفيريكال ده الشكل ده كده، يعتبر شكل عامل زي جزء من الكيرف او كيرفتشر، بحيث ان هو عامل زي الكيرف وراكب عليه اورينج خارجي. لو حضراتكم لو قربنا الكاميرا كده هتشوفوا الاورينج حضراتكم اهوت باللون الاسود اهوت، راكب على الشكل اللي قدامي ده، والشكل ده كيرفتشر او واخد شكل كيرف شويه وراكب عليه الاورينج من الداخل. لما باجي اربط النص التاني بتاعه بقى زي ما حضراتكم شايفين برضو واخد شكل سفيريكال من هنا اهوت، او
من الداخل اهوت، بحيث ان انا اول ما ابدا اربط ده كده على اعتبار ان ده كده في جسم المعده راكب في بامب او راكب في دايركشن كنترول فالف او راكب في اي حاجه في المعده بتاعتي، وهبدا النهايه بتاعتي اهيت على افتراض ان هنا راكب الخرطوم، هبدا اربط الخرطوم بتاعي اللي هو في ايدي الشمال ده، هبدا اربطه في الميل بتاعه او السن الميل بتاعه، تمام، بربطه للاخر خالص. اول ما يوصل للاخر هبدا الاقيه يقتل معايا شويه، ولكن هو هنا كده بيضغط على الاورنج اللي تشيب اللي جوه او الشكل اللي جوه اللي حضراتكم شايفينه واخد شكل كيرف، بيبدا يضغط على الاورنج ويسيت او يمنع يقطع ما بين الجزئين، بحيث ان الزيت لما يمر من الخرطوم ويروح للمعده او يطلع من المعده يروح للخرطوم مش هيطلع زيت من هنا بسبب وجود الاورنج اللي ما بين اللاكور وما بين السن اللي حضراتكم شايفينه. وبالتالي ما ينفعش النهاية دي كده، ما ينفعش النهاية اللي حضراتكم شايفينها دي اللي هي السفيريكال، تمام، ما ينفعش تركب على نبل جي اي سي خالص على الاطلاق. كل حاجة ليها حاجة. وبالتالي ده النوع الثاني، وهو شائع الاستخدام برضو في المعدات الهيدروليكية. بعد كده هنخش على النوع الثالث، والنوع الثالث اللي هو اسمه الاورفس. زي ما حضراتكم شايفين وش البايب من جوه شكل فلات اهيت، فلات خالص معدوله زي ما حضراتكم شايفين، تمام. طيب انت دلوقتي هندسه الاورنج دلوقتي فين، او ايه اللي هيقطع الزيت ما بين سطح زي ده وما بين الجسم التاني؟ الجسم التاني لو جبنا ده كده ميتال او معدن او سطح لسطح حطناهم على بعض كده وبدانا نربط الخرطوم، ده هيعمل مشكله معايا ان الزيت هيطلع ما بين السطح ده والسطح ده، وبالتالي كده هيحصل ليك او هيحصل تسريب للزيت ما بين الخرطوم، على افتراض برضو ان النهاية دي راكبة في خرطوم اللي في ده الشمال دي، والنهاية دي راكبة في جسم المعدة ايا كان برضو الحاجة اللي راكبة فيها. وبالتالي الناحية التانية بقى هي اللي الصح بتاعها انها تركب هنا نفس السنة اهيت، ممكن اربطها اهيت، تمام، زي ما حضراتكم شايفين اهوت، واربطها للاخر خالص، او ان انا اجيب احل النب اللي هو زي ما حضراتكم شايفين. السطح ده بقى النظرية بتاعته عشان تقطع او تمنع تسريب الزيت ما بين الخرطوم وما بين جسم المعدة، هنلاقي ان النبل في الناحية التانية في اورنج اهوت زي ما حضراتكم شايفين، والاورنج ده راكب فيس تو فيس قصاد السطح ده، بحيث ان انا اول ما اربط الجزئين على بعض كده هيبدا الاورنج ينضغط ما بين السطح العدل ده السيرفز العدل ده وما بين السيرفز ده، ولكن الاورنج لازم يكون موجود. وبتقابلنا مشكلة هنا من اشهر المشاكل، انك انت ممكن تغير الخرطوم وانت بتغير الخرطوم الاورنج ده يتقطع معاك او يحصل فيه تآكل او وير وانت مش واخد بالك، وتجمع الخرطوم على كده وكل ما تربطه للاخر وتطرق على اللاكور او على النهاية دي يحصل برضو معاك تسريب زيت وتقابلك المشكلة دي وتبقى مشكلة معاك زي ما حضراتكم شايفين ربط اهوت، لازم تطرق عليه جامد بحيث ان انت ان السطح ده او الاورنج اللي جوه يقطع معاك منع الزيت ما بين النب اللي حضراتكم شايفينه وما بين نهاية الخرطوم. ودي من اشهر الانواع المستخدمة في المعدات الهيدروليكية، ومن الحاجات اللي بتقابلنا دايما هي تغيير الخراطيم. وعشان كده النهاردة فضلت ان انا اكلمكم على التلات انواع دول، وطبعا التلات انواع دول مفيش حاجة تركب فيهم مكان التانية، وكل حاجة لها استخدام او كل حاجة لها السايز بتاعها. النوع اللي هو الاورفس ده في منه نوع تاني بيبقى فلانج زي ده كده زي ما حضراتكم شايفينها شكل فلانج اهي، تمام، ولكن في الخراطيم الكبيره بقى اللي هي بتخش في بوصه ونص وبوصه واتنين بوصه او اتنين انش، بتلاقي ان الورنج ده بدل ما هو في الجسم او في نبل زي ما حضراتكم شايفين كده وليه جروف مبني فيه، بتلاقوا ان الورنج في الخرطوم او في فلانشه الخرطوم، وبتلاقوا بدل الصاموله دي كده بنلاقي كلمبات باربع مسامير، بحيث ان انا اربط الكلمبات دي على السريد بحيث انها
تربط معايا وتقطع فيس تو فيس مع المعدة. ده طبعا النوع الفلات ده او النوع الاورفس ده، في منه زي ما حضراتكم شايفين الزاوية 90، وفي منه برضو 45 زي دي كده، في منه خمسة دي كده على زاوية 45، ودي على زاوية 90، في منه برضو استريت زي كده. فكل فيتنج او كل نهاية خرطوم في منها كل حاجة اللي انت عايزها، سواء 90 سواء استريت او عدل زي ما حضراتكم شايفين، زي الفيتنج اللي حضراتكم شايفينه ده، او فيه 45 اللي انتوا عايزينه بتلاقوه. حاجة تانية اختلاف السايز بتاع الخرطوم، فطبعا عندك خرطوم نص بوصة، عندك خرطوم بوصة، عندك خرطوم بوصة الا ربع، عندك خرطوم بوصة ونص، ايا كان هيختلف برضو المقاس او الديامتر بتاع الفيتنج بتاعك على حسب السايز بتاع الخرطوم. بنصحكم نصيحة، لما تيجي تركب اي فيتنج او اي نهاية او تكبس اي نهاية لاي خرطوم، يا ريت تكون عارف الفيتنج بتاعك هيربط على ايه ومقاسه كام والضغط بتاع الخرطوم كام، وتكون عارف اقصى بريشر هيعدي في الخرطوم ده قد ايه، بحيث انك انت تجيب الفيتنج اللي يناسبه وتجيب الخرطوم اللي يناسب المعدة اللي عندك. حاجة تانية، وانت بتجمع او حليت على اي اورنج، على اي اورنج زي اللاكور اللي حضراتكم شايفينه ده، لو انت جمعت الخرطوم هنا وجمعت اللاكور هنا وما خدتش بالك من حالة الاورنج ده وشفتها اعلى من السطح ده ولا لا، هيبدأ الاورنج ده يتقطع، ويبدأ كل ما تربط الفيتنج يبدأ يليك معاك زيت او يسرب معاك زيت. وان شاء الله بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم. اتمنى تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Please.